وحول تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتسلم سيادته الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص. مهندس أيمن، يعني ماذا يعني تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل هذه الجائزة الدولية من الأولمبياد الخاص الدولي؟ مساء الخير يا فندم. طبعا أنا يعني حضرتك بصفتي مصري ورئيس إقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مش حاضر أقول غير إنه جائزة مستحقة، لأنه اللي تم في مجال الإعاقة في مصر منذ تولي الرئيس ويمكن قبل ما يتولى كمان أثناء حملته الانتخابية لما كان في لقاء بيني وبينه مع مجموعة من المعاقين، وفعلا وعد وأوفى زي ما بيقولوا، لأنه فعلا الفترة اللي فاتت من 2014 لحتى الآن الإنجازات اللي تمت في مجال الإعاقة كبيرة جدا. أولا حضر إلى الألعاب الإقليمية الثامنة في مصر كانت في ديسمبر 2014، وده كان أول حدث رياضي يحضره الرئيس بعد تولي رئاسة الجمهورية، يعني 6 شهور لم يحضر حدث رياضي، وأول حدث رياضي بيحضره كان للذوي الإعاقة. طبعا جه بعد كده 2018 بقى عام الإعاقة، 2018 أيضا تم قرار بقانون جديد للمعاقين، أنشأ أول صندوق استثماري خيري، وده أول صندوق في تاريخ مصر، صندوق استثماري خيري ويكون كمان مخصص للمعاقين. فطبعا دي حاجة حضرتك مثلا جامعة هارفرد، جامعة بوسطن، الجامعات العالمية اللي هي بتبقى بنسمع عنها وبنقول نتمنى نكون طلبة أو أساتذة فيها، هذه الجامعات انشأت كلها من خلال صناديق استثمار خيرية. فهو أول استثمار أو صندوق استثمار يتم الموافقة عليه من هيئة سوق المال كان صندوق دعم الإعاقة اللي هو صندوق عطاء، وأنا ليا الشرف إن أنا موجود برضو عضو مجلس إدارة فيه مع معالي الدكتورة الوزيرة نيفين القباش كرئيس مجلس إدارة. فكان وضع طبيعي كمان أما جينا حتى في 2020 الرئيس كان رئيس منظمة الوحدة الأفريقية في هذا العام، وقررنا نعمل أول ألعاب أفريقية أيضا للأولمبياد الخاص، وطبعا شملت برعاية سيادته، يعني لأنه طبعا كان انجاز بكل المقاييس برضه بالنسبه لافريقيا. ويمكن النهارده رئيس الاولمبياد الخاص في افريقيا قال له يا ريس انتوا لما بيشوفوك الاولاد بيقولوا اور بريزيدنت، يعني بيقولوا رئيسنا. الحقيقه بيحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقابله ذوي الهمم في مناسبه ثابته لسواء الدعم في كافة المجالات من القيادة السياسية لذوي الهمم، وإيمانا أيضا بجهودهم في بناء دولتهم والحقوق التي يجب أن يحصلوا عليها. طبعا يعني فكان وضع طبيعي حضرتك لما بنحتفل بمرور 50 عام على إنشاء الأولمبياد الخاص الدولي ويطلع قرار رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة بأن احنا بنمنح جائزة دولية لبعض الرؤساء والملوك في الدول. كان أول رئيس يحصل عليها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، فده وضع طبيعي جدا لما يقوم به. والنهارده احنا بنقول له احنا الجائزة دي شرف للجائزة مش شرف، لا مش العكس، يعني لأنه حقيقي النهارده الراجل يعني في 8 سنين عمل ما لا يعمل في هذا المجال. ده مش كلام سياسي ولا كلام، لان حضرتك عارف احنا ناس مهتمين بعمليه الاعاقه مالناش دعوه بما يدور سياسيا، يعني فالكلام ما كانش سياسه لان وعده اللي هو وعده اثناء الحمله الانتخابيه نفذه، ويمكن اكتر نابع من اجراءات تم تنفيذها على الارض. بالظبط كده حضرتك، يعني زي ما بيقولوا له النهارده ال7 رؤساء اقليميين، لان انا واحد منهم، الستة الآخرين بيقولوا له احنا شفنا شغل على الأرض، وده اللي يميز مصر وكان اختياره لهذا الأساس. أشكرك جزيل الشكر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، كنت معنا عبر الهاتف.